طيب، في حد ممكن يعتقد انه يعني انت فتحتي الحقيقه الـ السؤال ده. في ناس ممكن تعتقد انه مجرد ترجمه روايه هي ترجمه حرفيه للروايه، مفيش اي اضافه للمترجم او للكاتب اللي بيترجم روايه. لو كان الكلام ده حقيقي كانت ممكن كل الناس تقدر تترجم، بس صياغه الجمله مش سهله. لو انت بتتكلم انجليزيه بطلاقه، حتى لو انت مولود بره وبتعرف كذا لغه، مش شرط ان انت تقدر تترجم وتصيغ الجمله. عشان كده هتلاقي معظم دور النشر بتتجه ان انا اخلي مترجم يكون كاتب. ليه؟ لان هو عنده اسلوب ادبي فهيعرف يوصل الحاجه، مش هيترجم ترجمه حرفيه. يعني في ناس مثلا ممكن تساليهم على مصطلح يقول لك انا فاهمه، انا عارف ده معناه ايه، بس ما يعرفش يعبر عنه. ممكن يوصفه لك في جمله طويله عريضه وانت بتبقي محتاجه كلمتين، فده نوعا ما اللي بيفرق. الترجمه مش حاجه سهله. كون الواحد كاتب بتساعد شويه في الصياغه والاسلوب الادبي، لكن الترجمه محتاجه جهد، محتاجه تعليم، محتاجه قرايه كتير ومحتاجه كورسات كتير ان الواحد طبعاً ياخدها. بتختاري على اي اساس بتختاري الروايات او الكتب اللي انت بتترجميها؟ يعني ايه المعايير اللي لازم تكون او ايه العوامل اللي لازم تكون متوفره في اختيارك لاي روايه؟ ان هي تكون روايه ممتعه، وان انا اقول ان انا لو كتبت روايه زي كده انا مش هكون متضايقه. فدي اهم حاجه، الامتاع. ضيف شرف المعرض السنه دي كان النرويج، واعتقد كمان المترجمين بيبقوا منفتحين بشكل اكبر على الثقافات المختلفه، الثقافات الغربيه، عشان حتى يمكن هم فكره الترجمه لازم بتجبرهم ان هم يكونوا دايما منفتحين على ثقافات مختلفه. رؤيتك للادب النرويجي، شايفه ان هو يكون ضيف شرف المعرض السنه دي، شايفاها ازاي؟ هو الميزه في كل يعني في كل سنه ده بيعرفنا على انواع مختلفه من الادب. يمكن انا ممكن مش مطلعه على الادب النرويجي بشكل كبير، لكن انا يعني شفت بعض الفعاليات وده اللي خلاني متحمسه ان انا يعني اقرا في الادب النرويجي. يمكن برضو بمناسبه الترجمه ان في معظم الكتب اللي صادره تغلب عليها ان هي انجليزيه، فالواحد يعني لما بيجي يتكلم عن الادب النرويجي ممكن يذكر عمل او عملين مش اكتر. ف ده ممكن الحاجه اللي انا اتمنى ان انا اشوفها بعد كده، ان يكون في عدد كبير للترجمات للغات الاخرى، مش شرط الانجليزيه. ضحى صراحه طبعا احنا سعداء بوجودك معانا في يحكى أنا، ودايما من نجاح لنجاح، بتمنى لك كل التوفيق. نورتينا. شكرا.